الأسبوع اللي فات حصل طالب من إدارة القناطر على المركز الأول على مستوى العالم العربي في الفصحى. دي حاجة شرف كبير جدا لإدارة القناطر بل للتجويه كلها. بعدها يوم على طول أستاذة فاضلة حصلت على المعلم المثالي على مستوى الأدبيه وصنع الجمهورية الأستاذة دليل. وعندنا طالب فيه برضه في المرحلة الإعدادية خد أول محافظة وصعد قانوني برضه في القاء. يعني الأرض الحلوة دي لأن أنتوا اللي علمتونا الحلاوة. لهجي على التعديل كيف نريدوه إن الميوعة Yeah.